اذا عندي كي هو سيميليشن، بس انا قصدي يعني اللي عم نعمله عم نقارن الريزلتس تبعتنا بنشوف انها صحيحه ولا لا. فعندي كي، هلا كي راح تكون الفا 3، عندي الفا 3 115 و A3 504، بيطلع عندي ناقص 388.58 ناقص 140 47.77. هل هذا الرقم منطقي تطلعه؟ والله هاي كانت 115 ناقص 500 فبتطلع 388، مش هيك؟ الرقم الثاني اللي هو 43 ناقص 190 حوالي 100 ناقص 150، واخر رقم بيطلع ناقص 14، بس هاي لازم تضرب في تي سي ماينس 1. فبدي اضرب، كيف راح اضرب؟ راح اخذ الثلاثه هذول مضروبهم بهاي بعطوني K1 الجديده، وهدول مضروبهم بعطوني K2 الجديده، وهدول بعطوني K3 الجديده. فK بتطلع معي K النهائية اللي هم ماينس 40.19 62.23 وناقص 14. واذا انا متذكر مضبوط هاي K1 مش هيك، وهاي K2 وهاي K3، لانه رح نضرب K1 في اكس، فكي اكس بدها تساوي هذول الثلاث ارقام في x1 x2 x3، ناقص 40.19 62.23 ناقص 14. وهاي من وين راح نطرحها؟ بس نضرب هذول الثلاثه، ايش راح يطلع معي على فكره لما اضرب هذول الثلاثه؟ ايش الدايمنشنز؟ 3 باي 3 ولا 1 باي 1؟ 1 باي 1. ايوه هاي راح تضرب، هاي راح تعطيني سكيلر. لو الاوردر تبع الضرب كان مختلف شو بيطلع معي؟ 3 باي 3. هون راح يطلع معي سكيلر 1 باي 1. من مين بدي اطرحه؟ من مين باخذه بطرحه؟ من الانبوت، كم انبوت انا عندي؟ هو يو اوف. شيك فسكيلر